أدبا يوم تزوجت بي. أنا لم أكن أعلم ولا أعرف شيئا عن الفيسبوك ديالها القديم. الفيسبوك ديالها كنت شفتو أنا ما نتزوجش بها أختي. الفيسبوك ديالها عامر بالخليجيين والإماراتيين والسيدة باغا تولي مغنية. أنا عندما تزوجت بها تفرجت الفيسبوك وجبدات لي واحد الكونت الثاني ممكن تمشي تقلبي عليه تا هو تلقاي فيه نوراء الزاهي فيه الله أكبر اللهم أعن زوجي محمد عزام حبيبي زوجي هكا فيه هكا شفتها أنا. إذا هذه علمت جيدا على أن السي محمد عزام يقدر يوصلها للمجد كفنان بالشهرة ديالو المتواضعة وداك الشيء ديالو يوصلها واحد. ثانيا قالت هاد السيد هذا ما عندوش مع ذاك المتبرجات وخيطي زيطي اجي نبين له كذا. عندما كنت أتخاصم مع الطف كتفتح الفيسبوك ديالها الأول اللول الأولى حدرتها اللول الثانية بطلع الطلاق أنت غير صالحة. وعندما علمت بخبرها الحقيقي اللي مازال ما عرفوش الساحه كلها ما عرفها والو فهي لديها تجربه نفس التجربه ديالي مع زوجها السابق ومخطاته وساومتهم بالفلوس حتى تلقت من امها وخوتها كيحماقوا امه هو وخوته ما تلقت منهم حتى خرجت منهم الحادي والبادي وبدات الفلوس ديال داك زوجها السابق فتحت لبوها محل. إذا ساومتني كذلك بنفس الطريقة فلم ينجح مع هذاك الشيء طاحت مع واحد اللي شنو نقول لك عنده السلطة اللي كتربح هو سيدي ربي. قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل. نعم سيرة بنتي قالت ساوميني ولا نساومك حنا خمس شهور دخلي للكونت ديالي شوفي واش عمري حطيت صورة ديالي معها أو أعلنت عن زواجي منها. علاش فترة وجيزة كيفين تلاقينا أنا وياها خمس شهور عاد تلاقينا أسيدي إذا طلقت حلال حيت أنا حلال كنموت على الحلال كون بغيت نبقى أنا وياها في الحرام كون بقيت في الحرام. عاد تزوجنا وحملات وما قلتلكوش واش عباد الله درت معاك على شي حمل ولا عندي ستة وزيديتها سبعة زيديتها عشرة أخرين علاش كتكذبي؟ قولي للجمهور وقولي للرأي العام الحقيقة أنا نورا الزاهي بغيت نتشهر نولي مغنية زيدي حداها وبالسيف عباد الله. واش سمعتي أختي؟ وأشياء كثيرة إذا بغيتي نبقى نعاود لك غادي نسمى غادي نجرحها وأنا ليس من شيمي ولا طبيعتي ولا قيمي كتسمح لي على أنني نهضر في مراتي وخا غنطلقها ما يمكن ليش نهضر فيها. يعني مسألة ديال الطلاق راه غادا في كيفاش غادا؟ أويلي واخا يكتبوها ليا بالملائكة يجيبوها ليا ويقولوا لي شنو ما منكلاش ردت السيدة. أويلي أويلي هي كطير هذه 70 عام هي وبوها باش تولي مغنية دوزتها في البرنامج دخلي شوفيها في يوتيوب كتغني دخلي كتبي نورا الزاهي صوبها أغنية سميتها عاوتاني دارها. أنا من نزوج بها لم أنظر إلى فنها ولا جمالها ولا زمر قلت أنا هذه بنت مسكينة درويشة كما جاءتني فأصبحت لفعة جاءت مسكنات مسكنات والدليل أنني أنا نية أنا أستحق هذا الشيء وأنا فرحان به هو ابتلاء لأنني لم أبحث. أنا طالبتها قلت لها نشوف الفيسبوك ديال القديم قالت لي وصافي طفينا ذاك الشيء خلاص وحرقته منين ولات رجعته عرفتها نصابة. قلت لها إذا أردت أن نتزوج إن شاء الله ومشي أنا وياك ما تهضريش دابا على الفن دابا. قلت لها عدة أسباب أولا أنت يلزمك التمرين ويلزمك تشارك في شي حاجة فيها مستوى كبير. أنا لست ضد الفنانات العيالات ولا كذا ولا كذا وأنا لست شي واحد متزمت كيفرض عليك حجاب ولا أنا إنسان مثقف وقاري الدين والدين واخذ بواحد الانفتاح صعيب عليها هي 100 ألف درجة باش توصل له. أنا عندي أختي محتجبة وأختي ما محتجباش واش فهمتيني اختي؟ نعم. واقسم لك يمينا والرب الذي لا رب سواه هي من ارتضت الحجاب وفاجاتني به وش تنقول لك عليه كل لدي مكتوب. انا عندي غير خمس شهور مع هذه السيده لم امسح شيئا تليفوني فيه جيجا كبيره. نعم. اللي اراد الدلائل اهديه داك الشيء يجي يشوف مع راسه بالكتابه والتسجيل وكل شيء. حبيبي فينك؟ قلت له انا جاي اريد عندي لك مفاجاه والله الا عرفتها. قلت لي معايا قلت له هذه واقيلا راه دارت الحجاب غير وحدها هي ذكيه علمت كيفاش عرفت ليا وفعلا هي دارت الدره قنعتني باش نضرب بها اللاكت. هذا الشيء كان قبل الزواج يعني ما كاينش كنقول لك قبل الزواج واحد سيمانه ولا شهر دارت واحد خطيره جدا سدات فيسبوك عرفتني داك الشيء ما عنديش معاه. بدات تكات في الحويجات ديالها سولتني جاوبتها تلاقينا ماما بدات تنطي اجي انا كبغيت فواحد القضيه جيت مفاجاه لقيتها دايره الدره. خطيره خطيره
والان خرجت بتصريحات تقول لهم فرض علي الحجاب وقال لي كذا وكذا. اياه شريت لها زرداد الحوايج من الدار البيضاء، هي عندي الفاكتوره. ارفع الملابس ماشي الحجاب، ارفع الملابس التي تستر المراه. اما انا شداني الحجاب ولا شنو عمري قريتك بنتي سيري قري راسك بيديك، ضيف طعام عندي ما عندهم شافيني باتو. وقلت لهم مرحبا بكم لانكم ابناء مدينه فاس، وهذه هي الشهامه ديال اولاد فاس، مرحبا بكم.